ممكن اعرف من حضرتك يعني امتى ابتديتوا فرقه سلطان يعني العارفين، ونشاطكم بس كان جوه مصر ولا كان خارج مصر ايضا؟ بالنسبه لفرقه سلطان العارفين طبعا تاسيسها كان في الجمهوريه العربيه السوريه من عام 89. ده انتوا بادين من بدري. من بدري، بس احنا استقرينا في مصر بعد الاحداث، ربنا يفرجها علينا وعلى جميع المسلمين ويحمي ان شاء الله مصر وشعب مصر. فجينا بعام 2013 طبعا اسسنا فريق من اول وجديد، طبعا ضم عدد كبير وعملنا اوبريت اسمها اوبريت سلطان العارفين. طبعا حازت على اعجاب طبعا بالمجمع. فبالنسبه لسلطان العارفين، فرقه سلطان العارفين قدمت طبعا على مسارح الجمهوريه العربيه المصريه من 2013 في دار الاوبرا المصريه، وعندنا ان شاء الله في شهر 9 في دار الاوبرا المصريه وساقيه الصاوي. طبعا وشاركت في المهرجانات كبيره، مهرجانات كبيره كمهرجان سماع الدولي طبعا تابع لوزاره الثقافه او صندوق التنميه الثقافيه، وطبعا شاركت في كندا وفي فرنسا. سافرتوا برا مصر طبعاً يعني؟ طبعا. واخيرا كمان في 2000 طبعا وتقريبا و19 كان خدنا المركز الاول الحمد لله في الجزائر في مهرجان سماع الصوفي. الله ربنا يبارك.